يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: كان رجل غني يلبس الأرجوان والكتان الناعم ويتنعم كل يوم بأفخر الولائم، وكان رجل مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه تكسوه القروح، وكان يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني، غير أن الكلاب كانت تأتي فتلحس قروحه، ومات المسكين فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني ودفن، ورفع الغني عيناه وهو في الجحيم يقاسي العذاب، فرأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبتي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليكل طرف إصبعه بماء ويبلد لساني، لأني متوجع في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا بني أذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ولعازر نال البلايا، والآن هو يتعزى هنا وأنت تتوجع، ومع هذا كله فإن بيننا وبينكم قوة عظيمة ثابتة، حتى إن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم لا يستطيعون ولا من هناك أن يعبروا إلينا. فقال الغني: أسألك إذن يا أبتي أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، فإن لي 5 إخوة، ليشهد لهم كي لا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال: لا يا أبتي إبراهيم، ولكن إذا مضى إليهم واحد من الأموال يتوبون. فقال له إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فإنهم ولو قام واحد من الأموات لن يقتنعوا. حقا والأمان لجميعكم. الموتى الأحد المبارك إنجيل مثل يسوع قالوا عن مثل الغني والعازر، بيقدم لنا المثل مجموعة حقائق تختص بالعخاص حول حقيقة الموت والحياة التانية. خلينا نقرأ النص أنا وياك قراءة جديدة، نرجع ننظر كمان إلى معضلة الموت بدكم إلى بين الليلين. هذا العدو، هذا العدو، ما تفكروا في أعداء تانيين. العدو الأول للإنسان هو الموت. نقرأ هذا الحدث خاصة على نور إيماننا، نقدر ناخذ شوية حقائق. الحقيقة الأولى، الحقيقة الأولى، الموت للغني، مات الغني ودفن، والموت أيضا للفقير لعازر على بيت الغني. فإذا الغني بيموت والفقير بيموت، الكبير بيموت والصغير بيموت، المع مصاري وما مع مصاري، بنتعلم ونثقف ومش بنتعلم. شو ما يكون رجل وامرأة، السياسيين أيضا بيموتوا وغير السياسيين بيموتوا. ما تفكروا الحقيقة بعيدة عنهم، ما تفكروا تفكروا ابدا الحقيقه. فاذا تطال كل الشعوب بلبنان بكل العالم، ما حدا بيقدر يخبي ذاته من الحقيقه. فاذا الموت حصاد لكل البشر شو ما يكون موقعه. لكن ايضا الحقيقه الثانيه بنتعلمها بهالمرجع، انه الانسان يلي
عنده إطار حتى يدخل على سامريا، مش مهم الموت، الموت هذا عدو، بس حلو حلو شخص واحد أعطانا الحل. لغز كبير بمنطق البشر هو لغز، بمنطقنا المسيحي ما في يقول ولا مرة بيقول الموت لغز، قول الموت سر. ايه سر بقول الفكرة، بس مسيحيا ما بقدر اقول لغز، لغز عن غير المسيحيين. نحن في سر، في شيء مقدس، في شيء عظيم يتخطانا. هالسر هيدا عمل حل له هذا العدو هو يسوع بقيامته. هاي الحقيقة الكبيرة اللي ما بقدر اشرحها، ما بقدر اروح العمق فيها حتى اقدر هيك اعطي شرح وريح بين الناس، بس الحقيقة هي بتساعدني اقبل الواقع. ما بفهم بس بقبل، ما بفهم، اللي قادر يفهم شو الموت واللي قادر يفهم شو بيصير حوالينا يخبرنا، بس انا بقبل في واقع معين اصعب منا نقبل. اللي عنده ايمان بيصير يقبل. لكن المعضلة الاكبر مش انه في موت او ما في موت، معضلة الاكبر مصير الاموات. هون بهالانجيل العازر مش لانه فقير طلع على السماء، ومش معناتها الغني ينزل على جهنم. شغلي بس المقياس كيف بستعمل كل خيرات الدنيا اللي الله اعطاني اياها، هيدا المقياس. بس هون في شرطين، اذا حدا مفتاحين حتى نطلع على السماء بهالانجيل ببينه. المفتاح الاول هو الايمان، حضن ابراهيم، إن وجد لعازر في حضن إبراهيم. شو معناتها؟ معناتها بس إنه هذا الرجل كان عنده إيمان، مشان هيك قاعد بحضن إبراهيم. وأنا ما فيكون عندي صعود إلى السماء، هيدا مصيرنا. إذا أفكر بمصيري، أنا شو مصيري بعد هذه الحياة؟ مصيري إذا عندي إيمان والتزام ونمو بمعرفة المسيح واختبار حقيقة حي مع الرب، هيدا بيكون مصيري السماء، بس مش وحدي. فإذا أولا الإيمان حضن إبراهيم، وثانيا المشكلة عند الغني ما طلع السماء لأنه عبيبه في فقير، عبيبه في أليعازر، عبيبه في إنسان بحاجة له ما مد إيده له، يعني ما في جسر محبة. الحب هو اللي بيعطي كل المعنى للأشياء. وأنا دايما بقول شغلة كثير مني، إذا غاب الحب غاب الله، الله بيغيب. مشان هيك لازم ندل فعل الحب موجود. اذا انا ما انا عم بحب معناتها الله مش موجود فيي. انا هون مدعو نعيش مترجم هالحقيقه. شغلتين فاذا مفتاحين للسماء، ايماني ومحبتي للناس بدون تمييز، هون اللي بيأهلوني الصعود الى السماء. يعني رغم كل الاساءه من الاخرين مزيد من المحبه، رغم كل الجراح مزيد من المحبه، ناس معوزين لنا حوالينا مزيد من المحبة. بحيث الموضوع بيصير مصيري مع الأبرار والقديسين. شغلتين بعد بهالمرجع حلوين جدا، بيقول له خليني روح عند اخوتي، عندي خمس اخوة. وانا هون بدي اتوقف على هالخمس، ما بعرف قد عندنا اخوة اليوم بهالايام، ما بقى حدا يقول بلادات الجديدة عندي خمس اخوة، ما بقى في منهم اليوم. بتصور يمكن ما عنده حدا، صرنا بهالايام بقى مطمنين بيتنا يمكن ومع لنا اخوي وخيات. انا ما بعرف هون شيء سيرة الخيات، انا وين هالخمسه المقصود فيهم؟ خمسه هندي قارات العالم، هن كل البشر علينا مسؤوليه ان نروح لعندهم ونخبرهم حقيقه الايمان، حقيقه الحب اللي بدنا نعيشها. وانا بدي اشكر رودي رحمي بالعمل الرائع اللي عمله بهالمصلوب الحي القائم. بدي ارجع بس ضوي عليه بفكره صغيره. اذا بتلاحظوا كل ما على الارض، يعني حد اجري يسوع عبودي وتعب واجري مجمعين في ورا الى اخره، يا ريت بصير واحد يروح ابعد من الاشياء، وكل مره بيروح ابعد، بينما لما تصيروا فوق احرار، حريتي حريتي فوق، فوق سعيد، فوق سلام، هيدا فوق فرح ما بينوصف. هيدا الفرق بين الارض والسماء. بس في حاطط شغله مهمه جدا قراءتنا، بقول
يسوع بموته وقيامته هيك على مرقوس انه سلامنا. مشان هيك حاطط خمس حملات او اخوه يسوع او اخوته الخمسه او خمس قارات على الارض. هو دي بدنا نبشرهم، هو بدنا نحمل له السلام، هو بدنا نحمل له الانجيل. ما تستحي، صرنا خجولين ان نخبر غيرنا، صار كل واحد اي شيء بيتوتي يعني عقده، لازم نطلع من المتقاطعين بهالغلاف الصغير، بهالتيشيرت الصغير، بالزاويه الصغيره تبعنا، ما عم نفكر الا بحالنا. بقى كثير مهم نطلع قبلنا ونروح نخبر، خبر الاخرين انه عن هالحقيقه الكبيره، حقيقه الحياه الثانيه مش حقيقه الموت وبس. شغلي كمان بيقول لهم عنده موسى والانبياء كتب الكتاب المقدس، بس بيقول له اذا راح لعندهم واحد من الاموات، انا بدي اتوقف على الفكره، برايكم اذا بده يطلع حدا من الاموات دائما وميت وهيك ويطلع، كيف بده يكون شكله وكيف بده تكون الاشياء؟ او يكون ناس ترجع بتتوب، ناس ترجع بتتغير. انا بدي لكم مش ناطرين الاموات يقوموا من بين القبور، لانه كل احتفالاتنا صارت قريبه منا. هالوين هيدي اكبر بدعه اليوم، وانتم بتعرفوا هيدا شيء شيطاني، مش بحاجه تشوفوا حدا من القبور بكفي تعيشوا هالعيد. وقديس البابا وجه رساله واضحه، شبابنا صبايانا تركضوا على السرعات، وشغله حلوه انه ننبسط فيكم، عندكم حيويه، بس بدنا نتمنى ما تنسوا، ما تنسوا جذوركم اصولكم، ما تروحوا هيك انه في عادي وصلتنا وامريكا ونحن مش هيك قصدنا. نحن هن يعيشوا مثل ما بدهم، ولانه هن كانوا يامنوا بالارواح اللي بتطلع مشان هيك بيلبسوا او شو بيصيروا خبريات، مش لنا. بدنا نتمنى حضاره مسيحيه، هذا اللي بدي اقوله. مشان هيك بيقضونا الاشياء اللي بتخوفنا بهالايام، بيقضينا من كل الوجوه اللي بنشوفها. ضروري نرجع نعمد كل عمرنا يا جماعه مسيحيه، كل عمره عيد الشمس، عيد الشمس ل 25 كانوا عمدناه، صار عيد الميلاد. اعياد كثيره كانت اعياد وثنيه عمدناها، اليوم عم نترك اعيادنا ونروح للوثنيه. انا بطرح عليكم سؤال، ما رح انا اوصل لاتجاه اخر، بدعيكم ترجعوا تفكروا، ونحن بدنا نكون هون شهود لهالحقيقه، هو اخوه يسوع الخمسه بدنا نخبرهم، هو بدنا نغير كل الاشياء اللي حوالينا حتى نحط مناخ مسيحي جديد بيريحنا. والشغله الثانيه الخطره كمان يلي سمعتوها كانت هالاسبوع حتى على الام تي في، بدي ارجع احكي عنها، المخدرات الرقميه كمان خطره جدا. ما نستهون بالموضوع، انا وصلت حتى بالرعيه شروحات بهالموضوع هي على واتساب، كل الجروبات اللي معنا حطيت، رجعنا الفيلم يلي انعرض على الام تي في ومنه مزحه. بحكيكم بالصدق، هالجمعه شخصين بالعيال من اهالينا اتصلوا فيي، ولادهم عندهم زيت العوالق، بلشنا على مشكله جديده. ما بدنا نخسر شبابنا لاشياء كثير بسيطه، لاشياء كثير سخيفه، لانه بنريد نسمع موسيقى نختبر ونجرب قدامهم، بدنا واعيين. هذا بس بحب وجه الاهل، نبقى سهرانين على اولادنا، ما تقدموا استقالتكم، نبقى سهرانين نتحاور، مش كله قاعد كل واحد بغرفته بالبيت. خذوا وقت للاكل سوا، خذوا وقت للحوار، اسمعوا شبابنا، احكوهم، كثير مهم اللي عم نقوله حتى نقدر نتخطى هالازمات. بالوقت زيت اليوم كمان رح اختم بهالكلمه، انه نحن عنا كلنا اموات واحباء غيروا من هالدنيا، اهل. بدي ثلاث افعال فكر فيهم بس اتركهم لكم. اول فعل نتذكر، نتذكر، لأنه المرض الكبير يطال مش بس 40 مليون نسمة مصابين اليوم بالألزهايمر، مصاب أكثر من هيك بالألزهايمر، عم ينسوا حتى موتينا، ينسوا حالهم. فإذا نتذكر، تذكروهم،
تلميذان أماوس 26 ما لاش بنتذكروا مات يسوع صار بنتذكروا كل النهار نحن بنتذكر أمواتنا ما تنسوا تذكروهم صوتهم اسمهم شكلهم كل غلاطهم البيت وين كانوا يقعدوا شو كانوا يتصرفوا نصائحهم تذكروا ما تعطلوا الذاكرة تبعكم هيدا أول شغله خاصة تجاه موتينا لأنه ما بتخلص قصتنا معهم عند باب القبر ما بتخلص نتذكر اثنين نتذكر ونعترف نعترف بحقيقة حضور الرب قيام الرب قيامته وهن مع الرب مشان هيك مع هالذكرى بنشتاق لهم بنحبهم بنعيش اتحادنا فيهم ونعرف انه هن بسلام مع الرب خاصة إذا عاشوا حياة قريبة منه. نتذكر نعترف وننتظر هذا الفعل الثالث يلي بدي يقوله شو ننتظر؟ ننتظر اللقيا معهم، أنا ناطر يوم من الأيام عندي كثير أحبة، كل واحد منا عندنا كثير ناس صاروا هونين، فإذا أنا ناطر إني أكون معهم ونعيش سوا. أنتظر كمان تتاخذ ببعض تحضيري الشخصي، أنا طيب حاضر أنا أنتظر مجيء يسوع الثاني، معناتها ناطر النهاية، بس ما بدي أنطر النهاية وأقعد بالسهل يعني بدي كمان أشتغل على حياتي على كون بحالة النور وكون بحالة القداسة هيدا مهم جدا انتظر لتلقوا القديسين والأبرار هيدا المهم إننا نعيشه فإذا نتذكر نعترف بهالحقيقة بتطمننا بيننا وننتظر ننتظر هاللقية لكن كمان أنا بدي أكون حاضر من خلال شغلتين ذكرتهم بالإنجيل اليوم ما فقط ذكرت شرط أساسي تنعبر لفوق في مفتاحين شو هني حد يذكرني إيمان محبة عملنا الحلو أو دي أهم شيء أو زودتنا إن شاء الله هاو الكلام ما بيبقوا وعظة تصرفوهم بشي بانك إذا ما كان مسكر بكرة وبعد بكرة تصرفوهم بشي محل هيك نقدر كمان نعيشوا هيدا المهم لأنه ما بيكفي واحد يعرف وهم يعيش وهيدا كل الفرق بالمسيحية نعرف منعيش تذكرونا كل أحبائنا ورح ناخد بوعظتي اليوم هلا بيئة وقت صمم عليهم بيستاهل ما في شيء مستعجلين أكثر منه بس بلكي ما صدقكم ليلي على التلفزيون ولا كل التليفونات معكم كل الوسائل الاتصال ما صدقكم تقعدوا تتذكروا أنا وياكم أنا كمان عندي أحبائي رح ياخد أنا وياكم بيئة وقت هي جزء من الوعظة نفكر نتذكر نعترف وننتظر امين